مسلم وأقولها ملء الفؤاد وفي حنايا الأضلعي. أرسل لي رسالته المليئة بالأعاجيب، قال لي: فتحت زوجتي الباب عقب صلاة الظهر عندما عدت من عملي، وجدت وجوما وحزنا وعلامات استفهام على وجه زوجتي. ماذا أصابك؟ لم تتلعثم شفتاها ككل مرة؟ أسرعت تقول: أدرك ابنك الولد. أسرعت إلى غرفة أطفالي لأجد ابني ممتقع اللون، محدق العينين، محمر هذه الأجفان، والدموع تغرقه. ماذا أصابك يا ولدي؟ ما الذي حصل لك؟ لم يجبني الولد، انطوى في سريره يبكي. عدت إلى زوجتي: ماذا أصاب ابننا؟ جعلت تقص علي القصة ماذا حصل عندما نزلوا إلى الشارع، كيف كان حديثهم مع الناس، ما هي الأحداث التي مروا بها. كانت زوجتي لم تعرف الشطر الأول من القصة، لكنها تعرف ما حصل لها في الجزء الثاني، لذلك هدأت من روعها وبدأت أقص عليها الخبر. أنا كعادتي أبيت مع أطفالي، فأنا مولع أن أقص عليهم القصص قبل النوم. لي ابنة اسمها أسماء وأخرى اسمها فاطمة، ثم هذا الصغير. أما أسماء فهي تحب أن تسمع قصة سيدنا يوسف، وأما هذه الأخرى فهي تحب أن تسمع قصة موسى وفرعون، أو الرجل الشرير والنبي الطيب، كما يحلو لها أن تسميها. أما هذا الصغير فلم يكن يطلب مني طلبات، بل كان يستمع بإنصات، ولم أكن أدرك أنه يسجل كل ما أتحدث به. مرت الأيام، وكل ليلة أجلس في أحضانهم أقص عليهم القصص، وهذا الصغير لا يطلب طلبا. جئت ليلتها بدأت أتحدث معهم: ماذا تريدون من قصص هذه الليلة؟ أصبحتا تتعاركان، كل واحدة تريد القصة التي تحبها. أما صغيري فصاح: أريدك أن تحدثني. تريد القصة التي تحبها. أما صغيري فصاح: أريدك أن تحدثني عن عمر بن الخطاب. من يا صغيري؟ عمر بن الخطاب؟ ومن أدراك بعمر؟ ما الذي علم طفلا في الثالثة من عمره أو الثالثة والنصف من عمره أن يدرك عمر بن الخطاب؟ قال: سمعت الناس يقولون إن عمر كان رجلا عظيما. بدأت أحدثه عن بعض قصص سيدنا عمر، وهنا استجابت الطفلتين لطلب ذلك الصغير المدلل. كنت أقول له: لقد كان عمر يتحسس أحوال الرعية، لا يبيت على فراشه، ولا ينام في قصره، ولا يجلس على وسادته، حتى يمر في شوارع المدينة ينظر إلى الضعفاء ويتحسس أحوال المظلومين، ويقف في نصرة هؤلاء المحتاجين. مر على بيت يوما سمع أطفالا يبكون، والأم تضع قدرا على النار تضع فيه ماء يفور ويغلي به بعض الحجارة، والأطفال لا يعلمون أن ما في داخل القدر حجارة، إنما هي قطع لحم، عن قريب ستنضج يا أطفالي، انتظروا. ريثما يأتي النوم ليداهمهم، ويمر اليوم الأول والثاني وعمر يبكي. أسرع يذهب إلى بيت مال المسلمين، يحمل شيئا من الدقيق والطحين، يجمع بعض الكسر اليابسة من الطعام، ويأخذ شيئا من ذلك اللحم الذي أعد وذبح، ثم جاء ليصنع لهم الطعام بنفسه. وتعجب صغيري: أيعقل يا أبي أن يكون خليفة للمسلمين يصنع الطعام لامرأة وصغارها؟ أيعقل يا أبي أن يكون حاكما من حكام المسلمين يدرك حاجيات هؤلاء المظلومين، يشعر بآلامهم، يحس قلبه بأوجاعهم، لا يضطجع على فراشه حتى يدرك طلباتهم؟ أيعقل ذلك يا أبي؟ نعم، نم يا صغيري ونام الصغير. كان اليوم الثاني، طلب حكاية أخرى عن عمر. حدثته يوما أن ابن عمرو بن العاص عندما كان واليا على مصر ضرب قبطيا، لأن القبطي سبقه على دابته فلطمه على وجهه، وأسرع القبطي يغذ السيرة ويمضي فيقطع الفيافي، حتى وصل إلى أمير المؤمنين عمر يبث إليه شكاته، ويرفع إليه معاناته. وهنا استدعى عمر ابن عمرو بن العاص وجاء إليه وقال: أتلطمه وتضربه؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ وأعطى الصوت لذلك القبطي وقال: اجلده أو اضربه كما ضربك. وتعجب صغيري: يا أبي
أو في الحكام؟ يا أبي أو في الحكام من يأتي فيقتص من الظالم؟ التاجر المسؤول الكبير الذي له مكانة وقدر، لأن المظلوم ظلم، لأن المظلوم أخذ حقه، لأن المغصوب استحوذ الغاصب على ماله أو عرضه أو متاعه أو طعامه أو فنائه أو بيته. ويتعجب صغيري وتمر الليلة بسلام وينام صغيري. مرت الليالي طويلة، كل ليلة كنت أحدثه عن تقوى عمر، عن خشية عمر، عن خلق عمر، عن أدب عمر، عن رقة عمر، عن حزم عمر، عن شجاعة عمر، عن شهامة عمر، عن مروءة عمر، عن كرم عمر، وكيف نال ذلك عمر، وكيف حصل على هذا كله عمر. إنما ناله من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أصبح صغيري مولعا بهذا الرجل عمر بن الخطاب. ذلك اليوم نزل صباحا مع والدته إلى السوق، وهما يمشيان في الطريق إذا بهم يروا امرأة تبكي تحمل رضيع يطلب نقودا أو طعاما، فقال لها الصغير مسرعا: لا تخافي، سيأتي إليك عمر ليأتيك بالطعام. أسرعت أمه تجذبه من يده وتدس نقودا في يد تلك السائلة. دخلوا إلى السوق فوجدوا خصاما وعراكا، رجل مفتول العضلات يضرب آخر، فشوف صاح الصغير بالناس: لم لا تستدعون عمر؟ لما لا تنادون عمر لينتقم من ذلك الظالم، ليأخذ حق ذلك المظلوم؟ لكن أمه أسرعت تسحبه من بين الناس، والناس ينظرون متعجبين ماذا أصاب ذلك الصغير. عادت مسرعة تحمل أكياس الطعام، وهي تصعد درجات السلم وجدت زوجة العامل أو الحارس البواب يتطلب منها شيئا من الطعام أو النقود، لأن زوجها مريض وهو لم يعمل طوال هذه الأيام. أسرع الصغير يقول: يا أمي هل مات عمر؟ هل مات عمر يا أمي؟ سبحان الله، كل هؤلاء يسألون وهؤلاء يظلمون. دخلت أمه البيت، كان التلفاز مفتوحا على قناة إخبارية، نظر إلى الصواريخ التي تنزل على غزة، رأى الدماء والأشلاء والقتلى، قال: يا أمي إذن مات عمر. ومنذ تلك اللحظة وصغيري يحتضن وسادته يبكي دموعا ودما لم يكن يصدق. جاءني بعد أن وقفت أمامه، نظر لي نظرة عتاب، كان يسألني في كل ليلة: هل مات عمر يا أبي؟ وأنا أتهرب من الإجابة، لم أشأ أن أحطم صورة النموذج الجميل في عين ولد الصغير، لم أشأ أن أحطم صورة النموذج الجميل في عين ولد الصغير. فماذا سيكون شعوره لو أخبرته أن عمر قد مات؟ ماذا سيكون شعور صغيري لو أخبرته أن عمر قد مات، ورجولة عمر ماتت، وشهامة عمر ماتت، ومروءة عمر ماتت، وشجاعة عمر ولت، وذلك الكرم الفياض الذي كان يجود به عمر ذهب وارتحل؟ ماذا سيكون شعور صغيري؟ حينها قررت أن أقول له: لا تحزن، أمك حامل، ستنجب لنا بعد شهرين عمر. قدمت لكم هذه الخدمة.